اهلا ومرحبا بكم. اليوم باش نحضر مع بعضنا خبزة بسكوي بطريقة أخرى، مكونات متوفرة وبسيطة وسهلة وبنة لا تقاوم. عندي لهنا نصيط حليب باش نحط عليها باكو كريم باسير بوغو البنان، باش نضيف عليهم 3 مغارف سكر، بتبع السكر يبقى حسب الذوق، ونحركهم ونحطهم على الغاز يغليو حتى لنتيب الكريمة متاعي. ان شاء الله يعجبكم الفيديو متاع اليوم، بالطبيعة ما تنسونيش في لايك وبارتاج للفيديو. ومن بعد نتعديو لباقي المراحل كما تشوفوا لهنا. هذه الكريمة متاعنا طابت، عندي شوية حليب باش نغطس فيهم هذيك البسكوي. البسكوي سيدة بالطبيعة، كل واحد يحط البسكوي المتوفر عنده، باش نعملوها كطبقة أولى، من بعد كنضيف عليهم الكريمة، ومن بعد نضيف عليهم طبقة ثانية من البسكوي، ومن بعد نحضروا مع بعضنا، نخليوها تبرد ونحضروا مع بعضنا كريمة كريم شونتي. كريم شونتي خذيت باكو كريم شونتي، باش نضيف عليها 100 ملل حليب، وباش نضيف عليه 2 كعبات ياغورت دانيت بذوق الفاني، نركزهم مع بعضهم، ومن بعديك نضيفهم على الطبقة الأخرانية. والطبقة الأخرانية بعد ما كملت وحطيتها، وحطيت شوية معناتها حطيتها في الفريجيدير بردت شوية، وانا ضفت عليها شوية صوص كراميل. وصفة اقتصادية ومش مكلفة، وان شاء الله تعجبكم الوصفه نتاع اليوم. الوصفه اليوم خليكم مع بقيه الفيديو، بقيه المراحل. مشاهده طيبه، في فيديو قادم، وبالسلامه.